حبيت يا اخوات انا حبيت، وقعت لششت وطبيت، ولولاها لا كنت انا في هذا ولا كنت لحضراتكم جيت. حبيت يا اخوات انا حبيت، اللي انا حبيتها دي فنانه غاويه التمثيل والافلام، وعشان ارضيها دي شغلانه وحكايه وعايزه لها كلام. اول ما قابلها اقبل ايدها، افضل الاطفها وحيلها، ولاقيها سرحه في شخصيه لنجوم السينما المصريه، وعشان ما احول افكارها احسن شخصيه امثلها. كلمتها سالتها سرحانه في ايه، لو حد في التمثيل عجبك تقولي لي عليه. محمود المليجي. اتصلي بيه. اوكي. الو استاذ محمود. ايوه يا استاذ محمود، ممكن اكلم حضرتك؟ مش فاضي دلوقتي. طب اوكي ما تزعليش، حوريكي محمود المليجي بقى. مالك يا معلم كده؟ احوالك اللي منه كده مش عاجباني ابدا. في حاجه يا معلم؟ ارجوك اعتبرني صاحبك، اعتبرني صديقك زي ما تعتبرني اعتبرني. يرد عليه عبد الوارث عصر ويقول له حسن ابو حديد وصل عشته النهارده يا معلم عطيه، وانا خايف. لا ما تخافش، احنا زي ما قتلنا عبد ابو حديد حنتاوي حسن ابو حديد. طب وشرف المهنه فوق كل اعتبار. انا كلمتك وانت جان على مستقبل حياه بنتك يا معلم محمود البليجي. طب طب تقدر تقلد عامل امام؟ وبعدين معاك يعني. انت مش ناوي يعني تجيبيها لبر ولا ايه؟ لازم كل واحد يعني ياخد وضعه وتبقى الحياه ماشيه سليمه، ثم اطمئن يا مدام. الحياه عايزه التعاون. ها؟ ايه مالك؟ زعلانه؟ طب خلاص انت حر بقى. طب ويحيى شاهين؟ ليلى. أرجوك يا بنتي إنك صدقيني، أنا إنسان اتخلقت في الدنيا علشانك، أنت الإنسانة الوحيدة لما وراني الطريق. من 25 سنة فاتوا يا ليلى، وأنا عايش في ألام وعذاب، حياتي كلها عذاب. أرجوك يا بنتي تنسي الماضي وأحزانه، خلينا في الحاضر وخياله. الفنان يحيى شهيد. طب وين الشلبي؟ يا ستي بس افهميني، ده انت والله العظيم ثلاثة يعني لازم تعملي الحاجات دي؟ ما احنا كلنا قاعدين اهو مبسوطين، انت ليه تعملي الحاجة دي وتكلمي في الكلام في الحاجة ولا؟ ولا ايه؟ انت ايه مالك يعني؟ في حاجة يعني شاغلة بالك غير الحاجات اللي انت في اللي هي في هو اسماعيل يا سيدي. والله؟ اه. طب تعالي يا عم اسماعيل. يا صلاة النبي أحسن، ده أنت البدر يشوفك يتلوي، البدر يشوفك ياخد على خطره، الشمس لو شافتك تدار من كسوفها. مش عارف أعمل معاكي إيه أكتر من كده. عم عبد الفتاح الأسري موجود إذا كنت عايزاه، يعني أنا تحت أمرك. هو موجود فعلا؟ طبعا. طب أشوف. اتفضل يا عم عبده. يا صباح البنفسج، يا صباح البنوك، يا صفايح السمنة النايحة، علي النعمة انت ما انت فهماني ابدا، انا افهمها واجيب قرار ابوها، بس اطمني كل شيء يشبه له وخلاص. طب وفاهر خير فاخر؟ هوريك حته من فاخر فاخر وعماد حمدي في الخطايا. طب اوكي. اتهيب يا محمود، ايه المانع لما اتجوز سهر بحسين؟ الاتنين متفقين على الجواز واحنا ولاد العنين يا ابو حنفي. يرد عليه عماد حمدي ويقول له ارجوك يا عبد الكريم لازم تقدر الموقف اللي انا عايش فيه دلوقتي. امينه كانت محتاجه الولد، فاضطريت اجيب لها ولد من الملجا اللي هو حسين. انا اتفاقي معاك دلوقتي فتغير تمام، وقررت ان انا اجوز سهير لاحمد وكتب الكتاب يوم الخميس الجاي. عماد حمدي ونجيب الريحاني ويوسف وهبي الاثنين سوا مع بعض زي بعض. طيب هقول لك يوسف وهبي والريحاني ولقطه من غزل البنات. اوكي. يوسف وهبي كان بيكلم الريحاني في غزل البنات ويقول له
وحضرتك بتشتغلي؟ أنا ولا حاجة في الدنيا دي كلها. أنا حظ كده، بخت كده، نصيبي كده. تصور يا سعادة البيت، أول جنيه هقبضه في حياتي يطلع مزيف. اليوم اللي اشتغلت فيه حصل فيه زنزال. مسكين يا أستاذ. أوي أوي أوي، هي كده، نصيبي كده، حظ كده. نجيب الرحال. وصبحي ممكن يا لولا انك انت تخليني يعني في وضع غير معقول. لازم انت تديني الحنان، تديني الحب، مش تديني كل حاجه ضرب ضرب ضرب. مش ممكن اشتغل ازاي، اعمل ايه؟ لازم يا لولا حياتنا كلها متوقفه على كلمتين. انت ممكن تعملي كل حاجه من غير انا ما اعرف، لكن مش ممكن تعملي حاجه من غير انت ما تعرفي. لازم صدقيني يا لولا، لازم. وحياتي عندك، انا مش طالب منك اكتر انك انت ترحميني. خليني شويه، انا كلمت عمو قاسم وهو قال لي اتفق معاه، اذا كان ممكن فانا تحت امرك. رايك ايه لولا؟ اتفقتي على الجواز؟ قولي لي. ما اتفقتيش خلاص انت هنا، مش ممكن اوريكي نفسي تاني ابدا. طب والبارودي؟ حصل البارودي في باب الحديد. ايه دعوه يا ابني؟ انا ابوك الحاج مدبوه ده، هجوزك هدوم عريس واعمل لك الزفه واجيب لك الكوشه ناوي. شايف شايف المعزيم؟ الناس كلها بصالك يا ابني، ورحمه امك لجوزك هدومه. ارمي السلاح يا ناوي، الشيطان شاطر يا ابني. حسن البارودي. ومين تاني بقى تختار وين؟ طبعا انت اخترت كل دول، لكن ما اخترتيش المعلم رضا وسيد زيان. فممكن نقول محمد رضا وسيد زيان، وممكن نقول برضو في موسيقار الجيلين الدكتور محمد عبد الوهاب. طبعا كويس. في برنامج اوتوجراف. هنشوف دلوقتي الاستاذ محمد عبد الوهاب وبرنامج اوتوجراف وحوار بينه وبين طارق حبيب. استاذ محمد، برنامج اوتوجراف بيرحب بيك النهارده وبيسعده انه يلتقي بيك لتاني مره تقريبا نستضيف سيادتك في البرنامج. هنسال حضرتك سؤال وتجاوبنا عليه بكل صراحه. ما هي سبب نقطة الفشل الوحيدة في حياتك الفنية كموسيقار؟ هو يعني المفهوم وصل ان احنا كنت في يوم من الايام بعمل اغنية جديدة اسمها الجندوي، وكان موجود اياميها مصطفى باشا نحاس، وده كان من اعز اصدقائي. جالي وقال لي تعالى يا محمد، جندوي ايه وكلام فارغ ايه، وايه الهباب اللي انت عامله ده؟ انت عودتنا دايما انك تسمعنا من الاغاني القديمه زي امتى الزمان يسمح يا جميل، عذبتني في حبك ليه، حاجات من هذا القبيل. انا خدت الراي ده كراي شخصي، ما عملتش بيه، لكن لما رحنا الاستوديو وسجلت الجندوي اتضح اخيرا ان مصطفى باشا لا يفهم شيء اطلاقا عن الموسيقى. ودي كانت تقريبا يعني نقطة تحول في مجرى الموسيقى العربية. استاذ محمد، ممنوع الحب. ممنوع الحب الا لبيتي واولادي. يوم سعيد، اليوم السعيد فعلا اللي احس فيه اني ما ضريتش حد، ما اذيتش حد. الورده البيضة، الورده البيضة وهي بتدل على الصفاء والمحبه والاخلاص. سؤال اخير، التلفزيون بيسال حضرتك، انت تسالنا يعني ايه السؤال اللي احنا ما سالناكش؟ يعني انا بقالي دلوقتي اكتر من ساعتين قاعد معاك وبتسألوني وبجاوب، لكن ما سألتنيش هتشرب ايه، هتروح امتى. محمد عبد الوهاب. محمد رضا كان بيكلم سيد زان في عماشة ويقول له، ومين تماسي يا فل قاعد على الكراسي؟ البت الموضوع في انا، ودين النبي الموضوع في انا. بتحبيني يا اوفا؟ انت بتحبيني يا اوفا؟ طبعا بقى احبك يا معلم.
وحياة دين النبي بحبك يا سيدي. بتحبيني يا ضيوف؟ قد ايه بتحبيني؟ زي ما تقول كده يا معلم، انت والحمار مع